تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نناقش فيها مضمون خطابات المترشحين والتحديات التي تواجههم في المرحلة اللاحقة قبل أقل من 3 أشهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا. فعلى بعد أقل من 3 أشهر كما قلنا في موريتانيا على تنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد إعلان أبرز المترشحين لهذا الاستحقاق، بدأت تتضح ملامح الخطوط العريضة لكل مترشح، حيث تتقاطع أحيانا وتتمايز في مواطن أخرى. موضوع حلقتنا لهذا اليوم نناقشه مع سيد محمد ولد بالعمش، كاتب صحفي ومدير ناشر لصحيفة مراسلون. أهلا وسهلا. كيف تابعت حتى الآن خطابات المترشحين ومضمونها قبل أن ندخل إلى موضوع التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الكريم. أعتقد أن معظم الخطابات المترشحين خطابات متشابهة في السياق العام وفي محاور رئيسية المتعلقة بموضوع الوحدة الوطنية، المتعلقة بإنصاف الفئات المهمشة، المتعلقة بانتشال التعليم والصحة من القاع، والمتعلقة بالرفاه والتنمية اللذين وعد بهم المرشحون جميع الشعب الموريتاني. بالتأكيد يبقى هناك خصوصية لكل مترشح يتسم بها خطابه، وتتعلق هذه الخصوصية إما بخصوصية ترشحه والسياق الذي ترشح فيه وعلاقته من يدعمه، أو باستغلاله لأحداث اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تجري تزامنا مع هذا الحدث الاستحقاقي. مثلا مؤخرا في خطاب المولود استدعى موضوع أزمة دون الشيخ الرضا، استدعى أزمة الحمالين، استدعى بعض هذه الأمور الشكلية التي ربما ميزت خطاب البدر والمولود باستثناء الوحدة الوطنية. باقي الخطاب موحد مع خطاب مع باقي الخطابات. تميز خطاب برام بنبرة تصالحية غير معهودة في سلوكه وفي خطاباته، ولكن حافظ على برام الحقوقي المدافع عن الفئات المهمشة، ولكن تعهد بعدالة جميع الفئات. بالنسبة لخطاب البكر تحدث بلسان المهمشين وأصحاب الفئات المهمشة، وقال إنه يشعر بالمرارة من الوضع الحالي، وكأنه يتبنى خطاب المعارضة التي يأتيها حديثا لكي يترشح من رحمها. بالنسبة لي الغزواني أثنى على الرئيس في أحدى فقراته الحالية العزيز، وشاد بالعشرية، ولكنه قال إنه ينظر نظرة تصالحية مع الأنظمة السابقة، ويرى أنه أن لكل منها حسن وسيء، وهذا يختلف تماما مع ما كان يقوله أنصار النظام الحالي، حيث كانوا يقولون أن ما أنجز بالعشرية الأخيرة لم ينجز في ال50 سنة التي سبقتها في طول فترة الدولة الموريتانية. أظن أن الخطابات متشابهة، وأن الذي يختلف هو التكتيك السياسي الذي ومصداق هذه الخطابات في سلوك المترشحين. وأيضا أريد أن أقول أن 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 الخطابات لا تتعلق، الخطاب السياسي لا يتعلق بالكلمة الأولى الافتتاحية، وإنها بالخطاب السياسي الذي سيبقى رصينا، سيبقى منسجما، سيبقى هي فقط تعطي خطوط عريضة لبرنامج هذا المترشح ولخطابه الإعلامي في المرحلة القادمة. هؤلاء المترشحين لو توقفنا عند بعضهم وما يشبه التناقض في بعض خطبهم، وللغزواني مثلا في أول خرجة إعلامية له بعد إعلانه الترشح في وادي الناقة، ظهر بأنه يريد أو يحاول أن يحدث نوع من القطيعة أو نوع من التفرقة بين خلفيته العسكرية وبين حاضره المدني. فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، هل هو قادر على ذلك؟ وهل ذلك يخدمه سياسيا وانتخابيا؟
والغزواني لديه عدة أمثلة سبقوه يمكن يحتذي بهم. تعرف أن الرؤساء الموريتانيين من سنة 78 وحتى اليوم باستثناء سمح الله عبد الله هم كلهم عسكريون. وبالتالي ما داموا انسجموا مع البذل المدنية سواء كانت دراعة أو كوستيم فبإمكانه هو أن ينسجم مع هذه البذلة انطلاقا أنه ربما كان يفكر في أن ينزعها في وقت لاحق في إطار الانتخابات. هي عقدة العسكرية أو العسكرية عقدة الخلفية العسكرية أعتقد أنها تهمة توجه إلى الغزواني وأنه مرشح الجيش وأنها تتعلق بتدخل الجيش في 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 السياسة ويريد أن ينفي هذه الصفة خاصة حينما أخذ أحد المهرشين يهتف يتعلق بمؤسسة عسكرية أشار إليه بوقوف وقال إن المؤسسة العسكرية تدخل في هذا لا علاقة علاقة بهذا. أنا أعتقد أن مرور الغزواني بوزارة الدفاع لفترة أشهر كانت لترويضه على الإدارة المدنية يعني بمثابة تدريب وبالتالي ينسجم شيئا فشيئا مع الخطاب المدني ومع المدنيين الخلص من خلال هذه الحقيبة الوزارية ومن ثم الترشح وهو الآن يختلط مع الجمهور العريض من المدنيين ينزل للقاعدة وتلاحظ في كل محطة يذكر له خصوصيته. أهم ما يميز خطاب غزواني يستثنينا مسألة التصالح أما أنا وهذه النقطة اختلافه عن العزيز قليلا واختلافه عن العزيز وتمسكه بالعزيز يحاول في خطاب تنبضغة مثلا يحاول أن ينتزع خطاب الشرائح المهمشة التي خصص لهم فقرة في خطابه الأول أن ينتزع هذا الخطاب من منافسه في هذا الموضوع برام وأقول أنه يعدهم أن يحظوا بعيش كريم ووعود انتخابي ربما. أيضا خطابه في بومديد وهذا إشكال معروف لدى الرؤساء الموريتانيين أن كل رئيس موريتاني تجد مدينته بسعي منه من دون سعي حوة خلال حقبته وربما الغزواني سبق هذا الموضوع وقال إن بومديد لن تجد إلا حقها كاملا ولكن غير منقوص ولكنها لن تأخذ حقوق مدن أخرى تأخذ إلا حقها هذه الإشارة المبدئية هي إشارة أن بومديد وأهلها أي أهله ربما يريد أن يطمئن الموريتانيين أنهم لن يكونوا عصابة حوله هذا تطمين على كل حال ما يريده الغزواني أنه لن يكون عصابة حوله في استثار بالثروات وفي استثار بالمغانم ولدينا عديد أمثلة في الأنظمة السابقة ابتداء من أبجوجة بن الشاب مرورا بأطار بتلميت هناك عدة أمثلة على ذلك. قبل أن نتجاوز موضوع خطاب ولد الغزواني وموضوع بعده عن المؤسسة العسكرية أو قربها منه سياسيا وانتخابيا هل ذلك يقدمه فعلا أن يبتعد أو يريد أن يبتعد عن كونه مرشح للمؤسسة العسكرية أو لديه خلفية عسكرية هل يخدمه ذلك سياسيا؟ هناك فرق بين أن يبتعد عنها خطابيا وعمليا عمليا أعتقد أنه لا يبتعد عنها وأن حرسهم أفراد من الجيش الحرس الخاص له وأن أمنه هم عناصر من الجيش وعمليا هو يتصل هو قائد الجيش حتى لو أنكرنا ذلك يعني هذا من الناحية العملية أما من الناحية الخطابية فهو يبعد هذه التهمة عن وعلى المستوى السياسي والانتخابي على المستوى السياسي هل يخدمه ذلك المستوى السياسي يخدمه أن يمزج بين العملي أن يمزج بين عملية العملي فيما يتعلق بقربه من الجيش ووضعه الاتكاء عليه وابتعاده الخطابي الشكلي في الكلمة عنه إذن لا يضر ونحن نعرف أن بعض الجنرالات المتسيسين الذين ما زالوا يضعون الرتب على أكتافهم يقومون مبادرات في الداخل تدعم غزواني هذا لم يعد سرا خاصة في الحوض الغربي
طيب نتجاوز الآن إلى نقطة أخرى أشرت لها في بداية حديثك، تتعلق بالنائب البرلماني بريام العبيد الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. ماضي بريام الحقوقي وماضي بريام المعروف أنه كان يهاجم شريحة معينة، ولغة التصالح التي بدأ أنه يعني يقدمها كخيار في هذه المرحلة، كيف يمكن أن يمزج برام بين هاتين النقطتين، وإلى مدى يمكن أن يقنع ذلك الناخب أنه برام المرشح ليس هو برام الحقوقي الذي عهده الشعب؟ أنا أعتقد أنه لن يقنع أحدا، وأنها بالعكس تضره ولا تنفعه. أنه يقولون أن الشعر باب النكد إذا دخل باب الخير لان. شعر الفقهاء ليس جيدا، لكن شعر الفساق والفرسان ممتاز. يعني اعتقد ان خطاب برام المتشدد يجعل له جمهورا ايضا ويساعده اعلاميا، بينما الخطاب التصالحي الذي لم يعهده والذي لا يتاقلم مع لغته لا يناسبه ويفرق الجمهور الحاصل عليه ولا يمنحه جمهورا، لان الجمهور صعب في حاله برام، من الصعب خلق جمهور. أريد أن أقول أن برام يحاول مرة الخروج من خطابه ومرة التأكيد على خطابه. في مؤتمر في الصحفي قبل يوم أمس أكد أن برام ما زال هو برام، وقال كلمة أبيقي حارق الكتب، يعني أنا أتعمد حرق الكتب، يعني ما يزال برام هو الرجل. أنا أعتقد أن هذا الخطاب المتشدد إذا خلى من العبارات العنصرية يخدم برام، أما إذا أضاف إليه النظرة العنصرية المتعلقة بكراهية شرائح أخرى من المجتمع فإنه يضره. أما إذا حاول الإتيان بخطاب من الفضاء، خطاب تصالحي جديد وخطاب غير خطاب بينما، فإنه يفقد خطابه السابق ولا يحصل على جمهور جديد. وكيف يمكن أن هو المعروف أنه برام مدعوم من حزب الصواب وبعض القوى السياسية الأخرى، هل يمكن فعلا أنه يقدم نفسه بخطابه التقليدي المعهود؟ يمكن تماما يمكن، لأن الخطوط العريضة، تعرف حزب الصواب هو حزب بعثي، والبعثيون عبر تاريخهم سندوا قضية الحراطين بين قوسين، وربما قال عبد السلام الحرمة الأيام التي انضم فيها برام إلى حزبهم أنهم ألفوا كتابا حول القضية سنة 1983. وعلى كل حال حتى الزعيم التقليدي لهذه الحركة في موريتانيا بريد الليل حضر تظاهرة للإفراجي، مطالب الإفراجي عن برام، وكذلك دفل الشين وغيرهم من القادة البعثيين. أعتقد أنه يتقاطع معهم في محاربة العبودية، ولكنه يختلف معهم من ناحية أن هناك تهمة توجه للبعثيين في الضلوع في الأزمة العرقية سنة 1989، تهمة توجه لهم من قبل القوميين الزنوج، وهؤلاء القوميين الزنوج هم أنصار برام. إذن سيكون حزب الصواب مفيدا لبرام العروبي الداعي للعدل والإنصاف وإنصاف الشرائح، سيكون مفيدا لبرام الحقوقي، لا برام العروبي الحقوقي. أما برام الحقوقي الذي يدافع عن الشرائح الأخرى مثل القوميات الزنجي وغيرهم فإنه قد يصطدم بجمهوره في تلك الشرائح، حيث يقدم هؤلاء القوميون الزنوج موقفا مقدما لا نعرف صدقه من كذبه من الحركه التيار البعثي في موريتانيا، وبالتالي هذا تصادم عاشه برام خلال ايامه الاولى من الانضمام الى حزب الصواب. يمكنه ان يكون مناضلا حقوقيا ولكن متمسك بالهويه العربيه، واذا افلح في هذه. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الأخرى المتعلقة بأبرز تحديات المترشحين، ونبدأ بمرشحي المعارضة والنقطة المتعلقة بتحدي التزكية الذي ربما هو أبرز التحديات. إذا تجاوزنا النقطة المتعلقة بالتحديات المادية، هل يمكن للمعارضة أن توفر التزكية لجميع مرشحيها باعتقادي؟ أنا أعتقد أن موضوع التزكية ليس عائق وليس مشكلة كبيرة. التزكية يمكن أن تأتي بمختلف الطرق. بالنسبة لأبو البكر ليست مطروحة على الإطلاق،
وبالنسبة لي والمولود متقدمة جدا أو انتهت. وبالنسبة لبرنامج يمكن حلها بعدة طرق، حتى من خلال تعرف نحن لدينا في موريتانيا تجربة الشيوخ سنة 2007 وحتى في الحقبة السابقة من خلال أخذ ولاء بعض المستشارين بإغراءات معينة مادية أو إغراءات معنوية أو اتفاقات سياسية. هذا الشيء يمكن أن ينطبق على الحال الآن، خاصة أن هناك عديد الأحزاب التي حلت ولديها عمد. هناك أحزاب حلت لديها عمد، هناك ثلاثة أحزاب وأربعة لديها عمد وقد تم حلها نهائيا. إذن صحيح هي كانت موالات، وهناك بعض الأحزاب لديها مستشارين وتم حلوها، هناك بعض أحزاب لديها مستشارين وليس لديها طموح في الرئاسة. أنا أعتقد أن المشكل الآن يتعلق بمعرفة الخريطة، خريطة عمد والمستشارين لدى داعمي. قد يكون برام نفسه لديه مشكلة في الولوج إلى المستشارين بحكمهم أنهم ربما لديهم موقف مسبق من برام. هذا المشكلة قد يكون عائقا. أنا أعتقد أن المؤتمر الصحفي يوم أمس الذي عبر عن فيه عن هو طلب لمساعدة، حقيقته هو طلب لمساعدة، ساعدوني بأن أحصل على تزكية. يقول لحلفائه من 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 هناك نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، أن المعارضة متحدة في مع جميع مرشحيها، ولكنها تختلف في مرشح إلى آخر عندما يتعلق الأمر بمرشحي المعارضة. نعم، هناك مسعى للمعارضة في أن تزكي جميع مرشحيها وفي أن تساعد جميع مرشحيها، ولكنها تختلف حينما تعلق الأمر بالترتيب بالتنافس الداخلي. أنا أعتقد أن برام نبه أنصاره الذين لا يوجدون في صفه ولديه علاقة مميزة مع رجل أعمال وعماته الذي يدعم أبو بكر، ولديه علاقة مميزة مع بعض الأحزاب التي تدعم أبو بكر أو تدعم المولود، ولكن ربما هو خطابه كان طلب لمساعدة، طلب لمساعدة في تزكية. وهذه المساعدة هل يمكن فعلا أن يحصل عليها؟ يمكن يحصل عليها. أنا أعتقد أن النقص يحصل في معرفة الخريطة العمد وأسماء العمد وأماكنهم وخريطة المستشارين. أنا أعتقد أنه بإمكان المعارضة وتحالفات المعارضة أن تجد تزكية لجميع مرشحيها بما فيهم كان حميد بابا. لكن انطلاقا من ماذا؟ عبر اي وسيله؟ عبر اي وسيله؟ لان هناك عمد. اسمح لي انه اخذ فاصل قصير، اسف على المقاطعه، استاذنك في اخذ فاصل قصير، نعود بعده لنقاش التحديات التي تواجه المعارضه ومرشح النظام في المرحله القادمه قبيل الانتخابات الرئاسيه المرتقبه في موريتانيا. ابقوا معنا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة من برنامج المشهد التي نناقش فيها مضمون خطابات المترشحين لرئاسيات موريتانيا وكذا التحديات التي تواجههم في المرحلة القادمة. معي في هذه الحلقة سيدي محمد والبلعمش، كاتب صحفي ومدير ناشر لصحيفة مراسلون. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن طبيعة التحديات التي تواجه المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتحدثنا عن النقطة المتعلقة بموضوع التزكيات، قلت بأن المعارضة يمكن أن تحصل على التزكية، وكنا نتحدث عن برام عبر أي وسيلة باعتقادك يمكن أن يحصل على تزكية من عمد ومستشارين؟ أنا قلت إن المشكلة تتعلق بمعرفة الخريطة العمد ومعرفة المستشارين، خريطة المستشارين، لأن
في استثناء هناك اكثر من 30 عمدة لا ينتمون الى حزب اتحاد الجمهورية، وبالتالي يمكنهم اذا قسمنا لكن قد يكون ولائهم لغزو موضوع تزكية لا يتعلق بولاء انتخابي، ولاء تزكية تعني ان هذا الشخص لم يخن وطنه ولا توجد لديه بينة في انه لا يصلح لقيادة البلاد، وبالتالي ان ازكي شخصا لا يعني اني ساصوت له. وهناك تجارب حتى الحزب الحاكم قام بتزكية برام سنة 2014، وهذا الموضوع السهل الذي وجده برام على طبق من الذهب سنة 2014 الآن افتقده وعارف أنه سيأخذ منه كثير من الوقت وربما كثير من الجهد، ربما يستخدم فيه المادة. هذا موضوع ليس سرا يعني يتم حديث عنه في أروقة ما. عموما هناك عمد مستعدين للتزكية، عمد من الولاة لا ينتمون لحزب الحاكم، هناك أكثر من 30 عمدة خارج. لا لكن تزكية مرشح من المعارضة يمكن أن يشكل نوع من المنافسة لمرشح النظام، تزكيته بهذه الطريقة هل ترضي النظام وهل ترضي المرشح نفسه غزواني؟ أعتقد أن معظم العمد حتى من داخل الاتحاد الجمهورية خاصة العمد الريفيين غاضبون من طريقة معاملتهم، من طريقة اقتصائهم، وأن هناك الموضوع يتعلق بمعرفة أخبارهم، لأن هناك حينما عمدة معين لا يستطيع أن يلتقي رئيس حزب الحاكم مثلا رئيس اللجنة الحالية، أو لا يستطيع لقاء وزير، أو لا يستطيع ربما حل إشكال بسيط في بلديته، يمكن أن يزكي أيا كان لديه من نفسه هو مغارم مغانم. ألا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه السياسية؟ لا ليس على حساب مصالحه والنظام القادم. هناك موضوع تزكية شخص لا تعني التصويت له، يعني أن هذا الشخص مواطن موريتاني لم يقم بسيئة ولم يخن وطنه، وبالتالي يحق له ما يحق لباقي أفراد المجتمع السليمين الإيجابيين. لكن على درجة ما هو تزكية لمرشح معارض لهذا المرشح الذي يفترض أنك تدعمه ومن أغلبية تعلن أنها تدعمه. هناك عمد من دون أحزاب حتى الآن، هناك عمد من دون أحزاب، لديك حزب الشعب الديمقراطي تم حله لديه عمدة، لديك حزب التجديد الديمقراطي تم حله لديه عمدة، هناك عديد الأحزاب التي تم حلها ولديهم عمد. لكن هؤلاء العمد لديهم مستقبل سياسي، هم سياسيون بالدرجة الأولى ولديهم مستقبل سياسي يريدون الحفاظ عليه، يريدون على مصالح سياسية في المرحلة القادمة والنظام القادم. ربما الذاكرة الموريتانية الذاكرة الموريتانية ضعيفة بالنسبة للوعود، ضعيفة بالنسبة لكل شيء، أحرى بالنسبة للتوقيع من عمدة في ريفي ومستشار ريفي لشخص يمكن أن يوجه له أشخاص مهمين بالنسبة له، وبالتالي يلعب له على أساس المعايير التقليدية، الوجاهة والوساطة وغير ذلك، وأنا أعتقد أن الموضوع يمكن أن يحدث بسهولة. طيب نتجاوز إلى طبيعة التحديات الأخرى، التحديات المادية لو تحدثنا عنها، ما مدى قدرة المعارضة على تنظيم حملة انتخابية منافسة بشكل جدي لمرشح النظام في 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 في, في الحملة إذا وصلنا إلى نعم أنا أعتقد أن أن, أن 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 على ذكر مرشح الموالاة السلطة تقدم أمامه أشواطا حيث زار معظم المقاطعات الحالية وهو الآن في جولته الثانية. صحيح جولته لا تحظى بتغطية إعلامية مهمة أو لافتة ولا تحظى بعناية رغم أنها تشهد إقبالا جماهيريا واعدا، وهناك خلل في هذه الزيارة أنها أنها لا تتضمن لقاءات مع وجهاء المناطق والساسة التقليديين في هذه المناطق. المشكلة لا تتعلق بالمادة لأن الخطاب المعارض متناقض، لأن الخطاب المعارض متناقض مع 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 وجود ثروة مع وجود ثروة مادية. أعتقد أن في حالة أستاذ محمد بكر لديه القدرة أن لديه وسائل مادية ولديه ربما القدرة أن يلج إلى أن ينافس مرشح السلطة في الجمهور التقليدي، مثلا في نواكشوط ونواذيب والمدن الكبرى لا توجد إشكال، المنافسة واضحة لأن هناك نسبة وعي كبيرة.
طيب على ذكر أبو بكر في 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 خطاب إعلان ترشحه أراد أن يستحضر تاريخه السياسي والإداري، ربما في محاولة لإقناع المعارضين الذين لم يقتنعوا بترشيحه كمرشح للمعارضة، كان ذلك طبعا قبل ترشح محمد والمولود. هل هذا الخطاب يمكن أن يقنع المعارضين قبل الموالين ممن لم يكونوا يقتنعون أبو بكر، قبل أن نتجاوز إلى موضوع المستقلة للانتخابات لأنه لم يبقى لديه الكثير؟ أنا أعتقد أن أبو بكر لا يخدمه خطابه لأنه غير منسجم مع شخصه، وبالتالي لنترك خطاب أبو بكر جانبا ونتقدم إلى أي تكتيك سياسي يمكن أن يخدم أبو بكر. أبو بكر يتمتع بميزة لا يتمتع بها المولود ولا بيران، حيث هؤلاء تقدميون، هؤلاء معروفين بنضالاتهم السياسية المتخنطقة، ومن الصعب أن يخرجوا من القوقع الذي يعيشون فيه المعارض. هو شخص مشارك في السلطة في الأنظمة، وبالتالي يمكن أن ينافس مرشح السلطة في الجمهور موريتانيا الأعماق وفي شيوخ القبائل الجمهور التقليدي الذي يعرف أبو بكر وزيرا أول، يعرفه أمينا عاما من الحزب الجمهوري. أنا أعتقد أنه يجب أن لا يتنصل من هذه التهمة التي توجه له. إذا تنصل من تهمة الطايع وخدمة الأنظمة يمكن أن يفسد عليه الموضوع، ولكن يجب أن يخرج نواكشوط، لأن الجمهور العريض الذي يمكن أن يشكل الكتلة الانتخابية لا يوجد في نواكشوط. القاعدة التقليدية. القاعدة التقليدية. إذا استطاع أبو بكر اختراق أو المولود بدرجة ثانية، إذا استطاع أبو بكر أو المولود بدرجة ثانية اختراق الجمهور التقليدي للموالاة، فإنه يمكن أن يحدث على نسبة معتبرة، ويمكن أن نتساءل عن إمكانية شرط ثاني. أما إذا بقي على حزب تواصل وعلى طريقة خطابه والطريقة السجاد الأحمر التي يدخل بها إلى مقره، أعتقد أن هذه الشكليات تضره ولا تفيده، وأنه بحاجة إلى مستشارين جادين، لأن الموضوع يتعلق بالوقت، يتعلق والموريتاني بطبيعته إذا تعهد لمترشح معين من الصعب أن يتنصل، خاصة شيوخ القبائل الوجهاء من هذا التعهد. طيب نتجاوز الآن إلى المستقلة للانتخابات، إذا بقيت على هيئتها الحالية هل يمكن أن تنظم الانتخابات بشفافية؟ أنا أعتقد أن المستقلة للانتخابات إشكال مطروح، واليوم وزير الداخلية عبر لرؤساء الأحزاب أنه يمكن فقط أن يمنحهم ممثلين من بين الأحد عشر، وهناك حراك يعني هم سيشاركون الانتخابات، سيقودون مسيرات تطالب بحل هذه اللجنة الهيئة. الموضوع يتعلق بمرونة رئيسها، هل سيبدي مرونة كافية ومقنعة ويتحرك كما تحرك المرة الماضية للقاء أحزاب معارضة من أجل تطمينها وإقناعها بأن تقبل الاثنين، أم أنه سيبقى في مكتبه دون أن أنا أعتقد أن مرونة البلاد يمكن أن تخدمه مع متنازل بسيط من السلطة. هل للسلطانية، هذا أيضا يتعلق بنية السلطة، هناك إشكال أيضا مطروح، هل السلطة تريد انتخابات في أجالها؟ طيب على مستوى الممثلين هذين اللي تحدثت عنهما، هل هما كافيين لإقناع الرأي العام الوطني والدولي باستقلالية المستقلة للانتخابات؟ أنا أعتقد أنه يجب أن تمنح المعارضة 5 ممثلين بين 11، لأن الرئيس يعتبر يمكن أن يكون مستقلا. بين 10 يمكن أن يمنح المعارضة، ولكن أعتقد أن السلطة أو أطياف في السلطة حتى لا أقول وعمي ربما تريد مبررا لمخاض آخر تؤجل من خلال الانتخابات. كيف ذلك؟ بس لنا مثلا إذا زاد سقف مطالبة المعارضة باللجنة وتأخرت وحدث مماطلة من السلطة في تلبيتها الطلب، وحدث إشارات إيجابية في آخر اللحظات، الموضوع يتطلب وقتا.
وتؤجل الانتخابات. وتؤجل الانتخابات. لأن الموضوع سوف يكون حوار وسوف يكون جلسة يحتاج وقت قليل. لكن إذا تم حسمه الآن لن تؤجل الانتخابات. لن يكون هناك ما يوجب تأجيلها. ما يوجب تأجيلها. أما إذا تم نقاش الموضوع وزيادة سقف مطالب معارضة وخروج الموضوع الآن ما المسار الآن يخدم الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات في جانب السلطة، لأن هناك من يطلب في جانب السلطة لغاية ما. نعم. أعتقد أنه إذا تأجل ارتفع سقف مطالب معارضة وأخذت من السيارات والتقت بسفراء الأجانب وضغطت بدأ الضغط، ستضطر السلطة في آخر لحظات ربما بعد استدعاء الناخبين إلى القبول، نعم نحن تفضل أن نشرككم، لكن ذلك يحتاج إلى ذلك يحتاج وقت، وبالتالي سنؤخر نشرك وإعادة الهياكل، لأنهم سيقولون الذين عجنوا في الداخل لا يأتمرون بأوامر ممثلينا، وبالتالي علينا إعادتهم. الموضوع يتطلب وقتا، يتطلب تكوينا، وحتى هناك إشارة أشار إليها رئيس اللجنة أنا لا أعتبرها برئة، تعلق بأن هناك موارد ناقصة. إذا كانت موارد اللجنة المستقلة للانتخابات ناقصة معناه أنها غير جاهزة للانتخابات، غير جاهزة وتحتاج إلى بعض الوقت، تحتاج إلى وقت، قد نضطر معه إلى تأجيل الانتخابات ربما الرئيسي. ربما ربما لكن الموضوع يعني فقط في هذا السياق وليس في خارجه. الكاتب الصحفي والمدير الناشر لصحيفة مراسلون سيدي محمد والبلاع، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، إلى أن نلتقي في عدد جديد. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا وإلى اللقاء.